نقلب الفراخ بالخضار. نقول المقادير ونشوف الطريقة مع بعض. عندنا 3 ارباع كيلو من الصدور والأوراك مع بعض. ممكن تحطي حاجة ربع حاجة نص، مش مشكلة، بس ميكس الاتنين مع بعض بيدوا نتيجة حلوة جدا. عندنا كوباية بسلة وجزر يكونوا مسلوقين، تمام. نص كوباية من الفلفل الملون متقطع مكعبات صغيرة، معلقتين كبار من الشبت المفروم، بيضتين، ونص كوباية بقسماط مطحون، تمام، ورشة سكر بسيطة، معلقة صغيرة من بهارات الفراخ، ملح وفلفل اسود، وهنقدمها مع بقدونس مفروم. والمقادير سهلة جدا وبسيطة وموجودة في البيت، والطريقة كمان سهلة جدا. بنبقى محتارين في العزومات نعمل ايه جديد وايه سهل وايه ما ياخدش مني وقت، خاصة بتبقى الاصناف كتيرة جدا، فبقى عايزة اعمل حاجة صنف حلو وفي نفس الوقت ما ياخدش مني وقت، تمام. قالب الفراخ من الأصناف اللذيذة جدا وبيدي كمية وفي نفس الوقت كمان اقتصادي إلى حد ما وطعمه حلو ومش هياخد وقت مننا ولا مجهود إن شاء الله. قلنا المقادير مع بعض وتعالوا بقى نشوف الطريقة. اتفقنا إن احنا عندنا خليط أو مزيج من الأوراك والصدور المفرومة. طب ليه؟ عشان الأوراك بيبقى إلى حد ما فيها نسبة دهون شوية، هتطري القالب معاه مش هيبقى ناشف قوي، تمام، عشان كده بنضيفها. وعندنا بسلة وجزر مسلوقين عشان القلب ما بيقعدش كتير في الفرن، وانا لو حطيتهم نيين مش هيستوي، هنحس بيهم جامدين جوه القالب، تمام. فلفل ملون متقطع مكعبات صغيرة وشبات، ويبقى طعمه حلو قوي قوي مع الفراخ. بناخد بس الاوراق اللي تحت، معلقتين كبار مفرومين. عندنا بهارات فراخ، هنحط معلقة ورشة بسيطة من السكر علشان تديني طعم حلو للقالب، وطبعا ملح وفلفل على قد الكمية، فلفل وملح، تمام. وعندنا بيضتين، والبيض هنا ميزته ان هو هيخلي الفراخ او القالب بتاع الفراخ طري مش هيبقى ناشف، تمام، هيعمل على تطرية قالب الفراخ. هنعجنهم مع بعض، وابتدي احط البقسماط المطحون عشان الم بيه العجينة بتاعت القالب بتاعتي. تمام، هنحط بقى البقسماط. مش محتاجة ان العجينة تبقى جامدة قوي او متماسكة قوي، لان انا لا هقليها ولا هشويها ولا حاجة يتحط في قالب. انا محتاجة بس ان المكونات بتاعتي كلها تمتزج مع بعض كويس علشان كله يتوزع فيه كل البهارات والملح والتوابل والخضار وكل حاجة، تمام. بالشكل ده خلصنا، خلاص عجناهم كلهم مع بعض. هنجيب قالب انجلش كيك ونبتدي ندهنه زبدة ونرشه بالبقسماط المطحون علشان يساعدني ان انا اقلب القالب بتاعي بكل سهولة وما يلزقش. ادي القالب اهو بالشكل ده، دهنينه زبدة، رشينه بالبقسماط، وهنزل عجينة الفراخ اللي احنا عملناها او خليط الفراخ، وابتدي اضغط بقى ووزعها كويس في القالب. هنضغط كويس عشان ما يبقاش فيه فراغات عندي. تمام جدا. كل ده انا بحاول اضغط القالب كويس علشان ما يبقاش فيه اي فراغات، ولما يتقلب ويتقطع يبقى متساوي وزي الفل. تمام كده؟ طيب هنسوي ازاي؟ هشغل فرن عندي على درجة حرارة 200، وبعدين هغطي القالب بتاعي بفويل يكون الفرن سخن جدا، ما دخلش الحاجة بتاعتي في فرن بارد، تمام. لازم الفرن يكون متسخن كويس قبل ما ندخل فيه، هغطي كويس. وما ان القالب بتاعي لونه غامق مش ألومنيوم،
فانا بفضل احطه في حاجه الومنيوم علشان يتوزع لي درجه الحراره وما يتلسعش مني في الفرن، ودي حاجه مهمه جدا ناخد بالنا منها. اهو هنحطه في صينيه تاني تكون فاتحه او الومنيوم، واحطه على ارضيه الفرن، وعلى ارضيه الفرن علشان يبتدي ياخد حراره بسرعه ويبتدي يستوي معانا بسرعه. تمام، يلا بينا. والفرن بتاعنا شغال على درجة حرارة 200، وبصوا الطاجن ما خدش مننا او القالب ما خدش مننا بالظبط 5 دقايق واتعمل. هيقعد في الفرن حوالي نص ساعة لساعة الا ربع هيكون استوى وبقى في منتهى الجمال. طيب هنطلع فاصل بقى صغير نحضر للوصفة التانية، اوعوا تروحوا في اي حتة، مستنياكم. رجعنا لكم تاني. عملنا قبل الفاصل قالب اللحم، قالب الفراخ بالخضار، عرفنا ازاي بيتعمل في 5 دقايق هيكون معمول وتحطيه في الفرن. اهم حاجه تتابعيه بقى وهو في الفرن، يعني انا حطيته في صينيه تانية الومنيوم لان القالب كان تيفال، فده الى حد ما بيلسوع بسرعه او بيوصل درجه الحراره اسرع، فممكن يحرق لي القالب بتاعي. تمام، بعد 10 دقايق او ربع ساعه اشوف القالب بتاعي اخباره ايه، هرفع بس كده الورق الالومنيوم واشوفه عامل ايه، لو لقيته تمام وشغال والدنيا كويسه هخليه كمان 10 دقايق، واخر ربع ساعه هطلعه على الرف الوسطاني.